مساكم الله بالخير مشاهدينا وين ما كنتوا، حياكم الله في بداية حلقة جديدة من برنامج مساء الخير يا كويت. يطيب لنا أن نصحبكم في جولة جديدة نتعرف من خلالها على جديد الأخبار المحلية وكذلك المحطات الحوارية. بداية أمسي بالخير على جميع العاملين في هذا البرنامج وعلى زميلي عبد العزيز، مساء الخير. مساك الله بالخير زميلي عبد الله، وأحلى مساء لكم مشاهدينا الكرام. أرحب فيكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي مساء الخير يا كويت، ومع كل الحب والتقدير لكم نلتقي في يوم الخميس مع فقرات حوارية وتقارير وأخبار محلية جديدة. ونبدأ هذه الحلقة مشاهدين الكرام مع زميلي عبد الله، تفضل. أكيد عبد العزيز، بداية أن اليوم إن شاء الله عندنا لقاء على الهواء مباشرة مع مريم علي محمد رئيس نادي هباتنا للقراءة، وراح يكون حديثنا عن الفكرة والهدف من تأسيس هذا النادي. وأيضا لدينا لقاء وعلى الهواء مباشرة مشاهدينا مع فاطمة النصف رئيس لجنة مؤتمر دال توك، وراشد إبراهيم عضو في لجنة مؤتمر دال توك. أكيد عبد العزيز، هذه هي محطاتنا الحوارية إلى جانب طبعا الفقرات المحلية اليومية والتقارير الإخبارية المتنوعة، هي حصيلة ما نتابع اليوم في مساء الخير يا كويت، فأهلا وسهلا بكم. حياكم الله مشاهدينا في أولى محطاتنا الحوارية في هذه الحلقة، اللي سرنا أن يكون معنا من خلالها مريم علي محمد رئيس نادي هباتيا للقراءة. راح يكون طبعا حديثنا عن الفكرة والهدف من تأسيس النادي. راح نتابع أكيد المزيد. أول شيء نمسي عليك بالخير وحياك الله في مساء الخير يا كويت. مساء الحب السعدي. أكيد أنا الاسم شدني، ويمكن سولفنا فيه تحت الهواء قبل أن نطلع الهواء، راح نتعرف على الاسم والفكرة والتأسيس من بعد مشاهدتنا لهذا التقرير. هي البوابة الأولى لتلقي العلوم المختلفة والمتنوعة، وهي الوسيلة الوحيدة لانتقال المعرفة، وهنا تكمن أهمية القراءة بالدرجة الأولى، فهي بهذا تستطيع فتح آفاق أوسع وأشمل للإنسان، الأمر الذي سيؤدي حتما وفي نهاية المطاف إلى التطوير من الحياة، سواء على الصعيد الشخصي أم على الصعيد الجماعي. فالقراءة بحد ذاتها هي من أكثر الوسائل التي توفر المتعة والفائدة في آن واحد، خاصة إن كان هذا الإنسان من الناس الذين يسعون إلى أن يطوروا من أنماط حياتهم وأعمالهم المختلفة، وأن يصلوا أيضا إلى ما يطمحون إليه من أهداف. حياكم الله مشاهدينا وحياك الله مرة أخرى أستاذة مريم. يمكن في البداية ودنا نعرف السادة المشاهدين عن هذا النادي اللي هو نادي هباتيا. هباتيا هو نادي تطوعي ثقافي مختص في الأنشطة الثقافية في الكويت. حلو، هذا أساس النادي. فكرة تأسيس النادي من وين جت؟ فكرة تأسيس النادي، احنا كنا في جروب تطوعي ما له علاقة في القراءة، بس كنا كلنا نحب القراءة. طيب. فكرنا نسوي حلقات نقاشية نناقش فيها كتب، بعدها انطلقنا خطوة
بعد خطوة أسسنا هو النادي والفعاليات الثقافية. متى تأسس؟ شهر 9 2017. 2017 تم تأسيس هذا النادي. لكن أنتوا كجروب كنتوا من قبل 2017 مع بعض؟ لا، إحنا 2017 وأسسنا النادي تقريبا بعد 6 شهور. يعني ب 2017 وبعدها بست شهور أسستوا هذا النادي. صحيح. الاسم هيباتيا. هيباتيا شنو يعني هيباتيا؟ هيباتيا هي عالمة وفيلسوفة وفلكية يونانية، كانت في يونان الإسكندرانية. طيب. كانت مشهورة في أنها تملك أكبر مكتبة في زمانها. فإحنا اخترنا اسم النادي تصويت، لكن هي هيباتيا تشبهني أنا، تشبه شخصيتي أنا، لذلك أنا اخترتها. عشان كذي أنت اخترتي هذا الاسم. نعم صحيح. كان في أسامي ثانية مطروحة غير هيباتيا؟ كان في أسامي مختلفة، لكن حلو. تمنيت أن هيباتيا هو اللي يفوز بالتصويت. وفاز في التصويت. إيه الحمد لله. طريقة الانضمام لكم مريم، شلون طريقة الانضمام لهذا النادي؟ إحنا الانضمام بسيط. أنا أحب أن الشخص اللي حاب ينضم بداية يحضر فعالية. حلو. يشوف إذا عجبه ينضم، حياه الله، بسيطة وسهلة. إذا ما عجبه عادة شنو الفعاليات اللي تنظمونها؟ احنا اساس النادي فعاليات قرائية مثل ما ذكرت، لكن عندنا فعاليات ثقافية مثل محاضرات، نقاشات في مواضيع مو كتاب، وعلى فعاليات موسيقية، فعاليات عن الفنون وهكذا. حلو. طيب القراءة، اذا بنتكلم عن القراءة وهو اساس هذا النادي، صح، طريقة المشاركة بالقراءة شلون تكون عادة؟ يعني يمكن أنا قابلت أندية قراءة كثير يكون هو كتاب يتم اختياره، صح، الواحد يقرأ الكتاب ويتم مناقشته، صح. أيضا في هيباتيا نفس الشيء. إيه أنا طريقة؟ نفس الطريقة تقريبا، إحنا كلنا متشابهين في الفكرة أنه يتم اختيار كتاب. حلو. وشهري أو كل أسبوعين على حسب، يتم حضور العضو والنقاش. بس أنا مريم بالنسبة لي أن الشخص يحضر ويسمع أهم من أنه يقرأ الكتاب، لسبب في ناس كانت تحضر عندي وما كانت قارئة، بعدها قامت تتشجع على القراءة، فممكن الفعل العكسي أيضا يعطي نتائج جميلة. يعني شاركوا معك ناس مريم ما كانوا يقرون. في ناس إلى الآن يحضرون ما يكونون مو قراء، ما يكونون قارين. حلو. طيب في الآونة الأخيرة مثل ما قلت لك إن نشوف أندية كثيرة مهتمة في القراءة. صحيح. من وجهة نظرة تشوفين هذا شيء صحي؟ وايد، وأتمنى أن يزيدون بعد. حلو. ليه؟ شنو يعني في النهاية هو كلهم متشابهين في نفس الفكرة ويدورون في نفس الإطار. أي هو أنت لأنك أنت قاعد تشوف من فوق فتشوفهم متشابهين، بس لو تدخل كل نادي. حلو. كل نادي له طريقة نقاش، كل نادي له مثلا في أندية العضو ما يقرأ الكتاب كامل، يقسمون على أساس يسهلون عملية القراءة. طريقة النقاش وايد مختلفة، نقاش عن نقاش، نادي عن نادي، تشوف كل أصلا شخص عن شخص نقاش فعلا. يعني أنا قريت كتب ناقشتها في نادي، حضرت أندية مختلفة، نقاش مختلف وزوايا مختلفة. بعدين إحنا نبي ننشر عادة القراءة، فليش ما يزيدون بالعكس؟ جميل جدا. شنو اللي يميز هيباتيا عن باقي الأندية المتخصصة في القراءة؟ طريقة طرح نقاش الكتاب هو اللي يميز نادينا الحمد لله، والفعاليات الثقافية المختلفة. من اللي يختار الكتب عادة؟ احنا عندنا طريقتين، اما يكون تصويت او عفوا ثلاث طرق، او انا يكون في فعالية ففي كتاب مرتبط فيها، او يكون تصويت قلناها، او اختيار عضو اي او تصويت او يكون فعالية ويكون مرتبطة في كتاب. حلو. فنضطر ان نقرأ. ممتاز. في النهاية عقب ما يتم الاختيار أسبوعيا تتم مناقشة الكتب؟ لا، هو احنا فكرنا نخليها كل أسبوعين مرة، صار ضغط. هي شهريا مناقشة الكتاب، بس احنا عندنا فعاليات مستمرة بالأسبوع مرة، بالأسبوعين مرة على حسب. لكن كمناقشة كتاب؟ ككتاب اي نعم، مرة تكون بالشهر مرة. صحيح. وأتوقع هذه تكون مناسبة للكل عشان الكل يقدر. صحيح. يقرأ الكتاب على الراحة ويقدر. صحيح. يناقش هذا الكتاب. صحيح. جميل جدا مريم، اكيد انا راح استمر معك، لكن راح نروح فاصل قصير ونرجع نتواصل معكم في مساء الخير يا كويت.
حياكم الله مشاهدينا، مستمرين معكم في مساء الخير يا كويت، ومع الأستاذة مريم علي مؤسس نادي هيباتيا. مريم، كنا قاعد نسولف أثناء الفاصل على القراءة. في ناس وايد ما تحب أنها تقرأ، شلون نحبب الناس في القراءة وهم عيالنا؟ يعني ما أتكلم بس أنا على الصغار، أتكلم على الصغار والكبار، شلون نحببهم في القراءة؟ شوف، هو موضوع تبي أبدي بالطفل ولا بالكبير؟ لأنه يختلفون. حنا نبدي بالطفل. أي الطفل لازم يحرصون الوالدين إنه يقرون قدامهم ويقرون لهم قصص الأطفال. إحنا نعتقد إنه لا، هو شيء يعني مو مهم، بس ترى وايد مهم إن تفتح وتقرأ وتتبع الكلمة، وهو راح يحفظ الكلمة، يحفظ التشكيل، ويصير القراءة متأصلة فيه. حلو، هذا الصغير. هذا بالنسبة للطفل. الكبير. الكبير في ناس وايد يعتقدون ان انا القراءه هي هوايه، فانا مو هوايتي القراءه. هي القراءه مو هوايه، هي القراءه حاجه مثل الشرب والاكل. بس انا اؤمن ان الشخص هذا ما لقى الكتاب المناسب لشخصيته، لنفسه، لعقليته، لبيئته. فدائما اؤمن ان لكل كل شخص كتاب. هي المكتبه متروسه كتب، خلي يحاول. في شيء اسمه خيبات القراءة، في ناس تحوشهم هذه الخيبة فيقول لا أنا مو قارئ. لا، أنت ما الكاتب ما ناسبك، حتى لو كان مناسب ألف شخص قدامك. وهذه يمكن سولفنا فيها، وشخصيا أنا مريت فيها. صحيح. قلت إني أوصل مرات لنص الكتاب وأحس إنه لا، ما بيكمله. صح. وهذا شيء طبيعي. وايد طبيعي، عادي. وفي يعني طلع ان الكاتب ما تماشى، ما يناسبك، حتى لو ناسبني بس ما يناسبك. احنا في النادي يناسب، تلقى شخص يكون عاجبه والشخص المقابل ما يكون عاجبه، هذا شيء وايد طبيعي. حلو. طيب الحين اذا بنتكلم ايضا في الاونه الاخيره، صارت التكنولوجيا ايضا موجوده. صح. ليس فقط الكتب اللي هي الورقيه، صارت كتب موجوده كبي دي اف، كتب مسموعه كذلك. صح. هم تدخل من ضمن اهتماماتكم في النادي؟ لا، اهتمامنا في النادي، أنا ما ألزم كل عضو هو شلون يقرأ الكتاب ويحضر. أنا بلغه هو الكتاب والكاتب وين يحصله في المكتبة، هو يقرأ في أي وسيلة هو شيء يرجع له. حلو. طيب يمكن سؤال من معدنا طه، بأن في ناس تصير في عندهم صعوبة قراءة. أي. هل هذا مرض؟ صعوبة قراءة تقصد أنه يقرأ كتاب؟ أي. هو الفكرة المرسخة عندنا عن القراءة هي خاطئة. يحس الناس صعب إنه يقرأ. أي، فإحنا ما شاء الله علينا قاعدين الحين في السوشيال ميديا نقرأ مقالات، بس هو ما له خلق يقرأ صفحة من كتاب. هي القراءة، الإنسان لازم ينظم وقته. في ناس تبدي نص ساعة في اليوم، في ناس بعدها تبدي تزيد. حلو. في مثلا أنا أساعد الناس اللي يقولوا لي مريم عطينا نصيحة شلون نبي نخلي القراءة عادة يومية. ممتاز. فأقول لهم ابدوا عدوا الصفحات. حلو. مثلا في اليوم 10 صفحات، في اليوم 5 صفحات، إذا خلنا نقلل. هي ترى القراءة تحتاج وقت مناسب وأجواء مناسبة، يعني ما يصير أنا أطفي الليتات وأقرأ وأنا فيني نومة، أكيد راح أضايق. ما يصير أنا مشغول في شيء وما راح تقرأ، لازم تعرف شنو تلقط الوقت. يعني أنا أحب أقرأ، لازم تكون الشمس طالعة وقاعدة أشرب قهوة. ترى مو أنا مو أصور في السوشيال ميديا. طيب. بس هذا الشيء خلاص مرتبط مع القراءة. حلو. في ناس لا، تحب تقرأ وهم قبل النوم، فعلى حسب، فكل واحد له وقت. والعادة، الفكرة عفوا المترسخة عن القراءة لازم تنشال. يمكن قلتي معلومة قبل شوي برجع لها، اللي هي أن كل مكان فيه له كتاب، كتاب السفر غير عن كتاب. صح، اكيد في اخطاء شائعه للناس، والله بيسافر اخذ كتاب وياي. لا، انا اخذ كتاب، بس محتوى الكتاب شنو؟ يعني انا ما اخذ كتاب فلسفه ورايحه مسافره، لا، يعني وانا ما راح، انا مريم ما راح اقرا. لازم اخذ كتب خفيفه بسيطه، مثلا مجموعه قصصيه بسيطه. حلو. كتاب خفيف، اسلوب الكاتب يكون خفيف، ما يصير اخذ شيء ثقيل واسافر. ثاني شيء، ترى كتب الشتاء غير عن كتب الصيف، كتب العطلة غير. هذا كله ترى يبيله بالنادي تسولفون فيه. اي والله، انا احاول على قد ما اقدر. مثلا اذا عضو اختار كتاب وقته مناسب،
أتناقش معاه بحيث أنه يبسط، يعني ساعات مثلا فترة امتحانات ما يصير ناخذ كتاب 600 صفحة، حتى الأعضاء راح يكونون عندهم مشكلة، فنحاول أن نتفق أو نغير، يعني وايد فعلا ترى وايد يأثر هالشيء. حلو، عادة شنو الكتب اللي تحبون تناقشونها واللي ناقشتوها في الأول؟ إيه نعم، إحنا في الرقم الأول عندنا الروايات والفلسفة والفكر هذيل والتاريخ، عفوا والتاريخ، يعني هذيل اللي هم الكتب اللي تناقشونها عادة في النادي. شاركتوا في معرض الكتاب مريم؟ العام شاركنا وهالسنة بعد شاركنا، فتكون لكم مشاركات. شنو طبيعة هذه المشاركة؟ يعني شاركنا هالسنة كانت لنا فعالية مشتركة مع نادي صديق اسمه زوايا فكرية. حلو. كان في نقاش رواية. حلو، يعني في تعاون ما بينكم وبين الأندية الأخرى. أكيد أكيد، هذا شيء حلو. وعادة وين تتجمعون؟ احنا نحرص ان نتجمع في الاماكن العامة. حلو. لان احنا احد اهدافنا في النادي ننشر عادة القراءة. فلما نتجمع في مكان عام كافيه الناس تسمعنا تشوفنا تنضم لنا تشارك معنا، هذا شيء يهمنا احنا بعد. وصارت معاكم؟ وايد وايد، يعني انه والله خلنا نشوف شنو الكتاب اللي قاعد يناقشونه. ايه. ممكن يكون واحد من الاشخاص قاري الكتاب وده انه لا او مو شرط، احنا يعني مو شرط، انا ما قلت لك ما يهمني انه يكون قاري، بس هو لما ينضم ويسمع راح يحب انه يقرا. في وايد ناس ناقشوا الافكار اللي قاعدين نطرحها. يكون يبي يناقش بس مجرد الافكار. صحيح. اكيد مرحب فيهم. حلو، شيء جميل. عدد الأعضاء حاليا انتم كم عضو تقريبا؟ احنا 12. 12 عضو، قابل للزيادة ان شاء الله بحيل الله. يعني طريقة التواصل معاكم وطريقة الانضمام جدا سهلة مريم. سهلة، في انستغرام في الدايركت. انزين، يبلغونا واحنا نضمهم. حلو. الفعالية القادمة متى راح تكون؟ ان شاء الله الأربعاء الجاي راح يكون نقاش كتاب مترجم. حلو. من انغولي مترجم. كتاب انغولي مترجم. مترجم، اي نعم، عربي. ممتاز. موفقين ان شاء الله يا مريم. يسلمك. كل الشكر لك على وجودك، وتحياتنا لكل اعضاء هذا النادي. الله يسلمك، مشكور، ما تقصر. شكرا لك. اكيد راح نتواصل معكم مشاهدينا في فقرات مساء الخير يا كويت، لكن من بعد هذا الفاصل. مساء الله خير مشاعر. مساء الورد. يعطيك الصحة والعافية يا رب. ما شاء الله أشوفك ماسك الأيباد، ها شنو عندنا بالحلقة؟ مثل ما عودناهم، لقاءات وحوارات وفقرات وتقارير. عساك على القوة. الله يقويك. هلا عبد العزيز. يا هلا. شو استعدادك لفقرة أخبار الديرة؟ أكيد مستعد عشان نوري جمهور الأشطة والفعاليات دولتنا الحبيبة الكويت. كل اللي سمعتوه من مذيعينا راح تشاهدونه. مستمرين معاكم مشاهدين الكرام من خلال برنامج مساء الخير كويت، ونتابع من خلال هذه الزاوية عزيزي المشاهد بصفة شبه يومية كافة الإنجازات التنموية والفقرات الثقافية والاجتماعية وأيضا الشبابية. واليوم يسرنا أن نستعرض وياكم المراحل النهائية في مشروع الزراعة المائية.
من مميزات الزراعة المائية أنك أنت ما تحتاج فريق مختص أو عمالة زايدة أو أي شيء. أنا مثل ما تشوف أنا عندي محمية حاليا هني مقاسها 5×14، أنا أديرها بروحي وأحتاج إدارتها باليوم وأقل من الساعة أي أتفقد الزرع فقط لا غير. يعني أنا عندي كل النظام، عندي شغال أوتو في مضخة، في تايمر يسقي الزرع في أوقات معينة حسب اللي حددها أنا حسب احتياجات النبات. فأنا ما أحتاج فيه، أحتاج بعض الخبرة موجودة. يعني مثل ما أنت شايفين أنا زارع هني فلفل وزارع هني ليمون، هذه سمريات معمرة وهذا فلفل اللي هو المزروعات اللي هي موسمية. فيعني زراعة المائية تعطيك مجال أنك أنت تزرع جميع أنواع المزروعات بغير أي استثناء، بس محتاج توفر لها الآلية أو النظام الخاص فيها. يعني نظام السمريات يحتاج درام كبير عشان أقدر أزرع السمريات، لأن تكون الفواكه مثل الليمون والتفاح والبرتقال والتوت والتين، جميع أنواع الفواكه تقدر أزرعها، بس محتاج أوفر لها درام كبير عشان أقدر أزرع فيها عشان يحتوي جذورها. أما في الزراعة أنا باجي النباتات الموسمية مثل الطماط والخيار البيديان الفلفل الورقيات تحتاج أسس صغيرة على حسب على مقاس جذورها، فتعطيني إنتاج راح يكون جدا ممتاز. مثل ما أنتم شايفين الإنتاج كثيف وقوي جدا وطعمه على قولتهم مايا وايد. فيعني الزراعة المائية وفرت للجميع سبل نجاح مزرعاتك. من مميزات الزراعة المائية تعطيني أفضلية عن الزراعة الحقيقية. شلون؟ أنا موفر حق النظام أو حق الزرعة كل مقومات نجاحها، من أسمدة، من جو، من طريقة عناية، طريقة تربة ممتازة، فطبيعي تعطيني إنتاج أكثر من إنتاج الزراعة الحقيقية ما يعادل من 25-30%. يعني أنا عندي شكل طماط الزراعة الحقيقية تعطيني كحد أقصى مثلا 5 كيلو، في الزراعة ما تعطيني 7 كيلو إلى 8 كيلو. فهذه بحد ذاتها ميزة لازم إحنا ما نغفل عنها كمزارعين، لأنها توفر لي أمن غذائي في البلد طوال السنة. طبعا متى ما وفرت حق الزراعة المائية مكان محمي يكون درجة حرارته دون 35، أنت تقدر تزرع طول السنة ما عندك أي مشكلة. يعني داخل المحميات فترة الصيف ما عندك أي مشكلة تزرع جميع المحاصيل الزراعية داخل المحمية. في الزراعة المائية مثل ما أنتم عارفين الفوائد العامة حق الزراعة المائية كثيرة وذكرت أغلبها، بس خلوني أركز على نقطة واحدة. إن الزراعة المائية تعطي حق الشخص كبير السن والشخص المعاق أفضلية إنه يزرع ويمارس هواية الزراعة بكل أريحية ومن غير أي تعب ومن غير عوائق، خاصة الكبار السن، العنصر النسائي، المعاقين، لأنها ما تحتاج تعب أو مجهود أو تعال احفر تربة وعدل تربة وشيل تحشيب وشيل مش عارف، لا هذا كله أنا ما أحتاجه. أنا عندي نظام شغال أوتو، مو محتاج من أي شيء، محتاج إن خزاني دائما يكون فيه ماي ومحاليل. هذه أبسط شيء نتكلم فيها أقبل صح. أنا أنصح دائما الناس تزرع مائي، لأن إذا ما زرع مائي الحين صدقوني ربع سنتين ثلاث راح يزرع يكون الناس طافته وزرعت. ازرع مائي لأن الزراعة المائية جدا مريحة، جدا جميع اللي يحتاجه المزارع متوفر فيها، سرعة نمو، زرعة الإنتاج، تقليل مجهود، تقليل المبيدات، زراعتها في أي مكان في البيت. ونقطة مهمة جدا اللي هي عدم استهلاك المياه. الزراعة المائية ما تستهلك مائي مثل الزراعة الحقلية، نقدر نوفر فيها من 90-85% من استهلاك المي في الزراعة العادية. فهذه صورة عامة على الزراعة المائية، أتمنى الناس كلها تمارسها، أتمنى الناس كلها تزرع زراعة مائية لأنها مفيدة جدا، ما فيها تعب، ما فيها أي مجهود، وأي أحد يقدر يمارسها.
حياكم الله مشاهدينا، مستمرين معكم في فقراتنا الحوارية في مساء الخير يا كويت، وفقرة حوارية جديدة مع فاطمة النصف رئيسة لجنة مؤتمر دال توكس، وأيضا أخونا راشد الإبراهيم عضو في لجنة مؤتمر دال توكس. راح أكيد نمسي عليهم بالخير أول شيء. مساء الخير فاطمة. مساء النور. هلا والله. حياك الله. مساء الخير راشد. مساء النور يا هلا. راح نبدأ حوارنا إن شاء الله معكم لكن بعد مشاهدة هذا التقرير. القانون الدولي الكويتية أول ناد مهني أنشئ في كلية الحقوق بجامعة الكويت، وهي جمعية طلابية مستقلة تسعى للنهوض بالعمل الطلابي ورفعته وطرحه بصورة راقية، كما تهتم بتطوير مستوى الطلاب في مجال العلوم القانونية والعلمية التي تساعدهم على التعلم والنهوض في حياتهم العلمية والعملية. حياكم الله مرة أخرى راشد. بداية لو تعطينا نبذة تعريفية عن جمعية القانون الدولي الكويتية وأهداف هذه الجمعية. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء جمعية القانون الدولي الكويتية مثل ما تفضلتوا بالتقرير هي عبارة عن نادي مهني في كلية الحقوق بجامعة الكويت، يتكون من مجموعة من طلبة وطالبات كلية الحقوق. تأسس هذا النادي في سنة 2012 يعني قبل 7 سنين، وهو يعتبر أول نادي مهني في الكلية. الهدف والرسالة اللي احنا نسعى ان احنا نوصلها من خلال عملنا في هذه الجمعية او هذا النادي، ان احنا نعتقد في جمعية القانون الدولي الكويتية ان اليوم الطالب الجامعي يخوض احد اهم مراحله اللي هي المرحلة الجامعية، فبالتالي اليوم المرحلة الجامعية مو معناتها اني انا اخذ شهادتي الجامعية واطلع من الجامعة، لازم الشخص يستفيد بشكل كامل من هذه المرحلة بحيث انه ما يطلع من الجامعة الا وهو مكتسب عدد من المهارات، يصقل شخصيته، يكتسب خبرات معينة، يزيد حصيلته الثقافية. فبالتالي احنا من خلال فعالياتنا ومشاريعنا بجمعية القانون الدولي الكويتية نحاول ان احنا نكتسب هذه المهارات والخبرات. فعلى سبيل المثال اخوي عبد الله، يمكن اليوم اي شخص يتخرج من 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 جامعة الكويت اكيد بالنهاية راح يكون هو جزء من اي فريق عمل. يمكن صحيح. احنا كنا كلية الحقوق، فممكن ان احنا ندخل مكتب محاماة، ممكن ندخل شركة او اي مؤسسة، فعشان انت تكون جزء فعال في هذا فريق العمل احنا هذا الهدف اللي من خلاله راح قاعد نشتغل في جمعية القانون الدولي. جميل جدا فاطمة. يمكن الجمعية اقامت مؤتمر اللي هو دال توكس الشبابي، خلينا نتكلم عن هذا المؤتمر. دال توكس هو مؤتمر حواري. هذه السنة الخامسة للمؤتمر. فكرته انه يكون في سبيكرز يتكلمون عن انجازاتهم وخبراتهم، شنو الصعاب اللي واجهوها بحيث انهم يلهمون الحضور. نعم. وطبعا دال هي يمكن وايد ناس يسألون شنو يعني دال. دال توكس دال هي كلمة عربية الأصل. نعم. معناها تغير الحال من حال إلى آخر، وهذا هو الرابط بين اسم المؤتمر والهدف منه، ان اللي يدخل ان شاء الله بحال ويطلع ان شاء الله بحال افضل بعد ما يسمع قصه نجاح السبيكرز المنجزين. جميل. يعني في كان من خلال هذا المؤتمر انشطه وفعاليات كذلك. هو من انشطه المؤتمر يعني النشاط الاساسي بالمؤتمر ان كل سبيكر عنده فقره يتكلم فيها عن انجازاته. حلو. وبنهايه الفقره الجمهور في مجال انهم يسالون، فيصير نقاش بينهم وبين السبيكرز. حلو. اذا حابين يعرفون شيء. ممتاز. راشد، يمكن البعض يتساءل شنو الهدف من هذا المؤتمر، من هم المعنيين في هذا المؤتمر؟ بالنسبه حق المعنيين من هذا المؤتمر، يمكن احنا في جمعيه القانون الدولي نسعى بان برامجنا ومشاريعنا ما تكون بس داخل اسوار كليه الحقوق بجامعه الكويت. نعم. لا بالعكس، احنا ودنا ان نطلع برا اسوار الكليه بحيث ان توصل فعالياتنا ومشاريعنا حتى اللي برا كليه الحقوق بجامعه الكويت. وهذا طبعا من منطلق مسؤوليتنا المجتمعيه كجمعيه. نعم. فبالتالي المعنيين من هذا المؤتمر
الأمر هو المجتمع بشكل عام، لكن يمكن احنا نخص بالذات فئة الشباب كونهم هم الفئة الأغلب بالمجتمع الكويتي، وهم الفئة اللي دائما يكونون بهذا العمر يبدون يفكرون شنو الأهداف اللي ممكن هم يوصلون لها في حياتهم، تتبلش يعني تبلش شوي طموحاتهم تتشكل وتتبلور في شتى المجالات. راشد بالضبط في شتى المجالات. حلو. يعني مثل ما تفضلت الأخت فاطمة قبلي بأن احنا نستضيف اكثر من ضيف خلال المؤتمر. نعم. وكل ضيف يكون مثلا ناجح او له تجربة ناجحة في مجال معين، فهو مو مهم شنو المجال انت تكون ناجح فيه كثر ما يكون عندك طموح في اي مجال كان. حلو. هذيل هم الناس المعنيين بالمؤتمر. اما بالنسبه للهدف فالهدف مرتبط باسم المؤتمر دالتوكس. احنا نسعى ان كل شخص يحضر عندنا المؤتمر شوي الروح السلبيه او روح الاحباط اللي موجوده شوي نقلل منها، وبحيث انه هو يعرف شلون ممكن انه يحقق اهدافه ويحقق طموحاته ويستفيد من غيره اللي نجحوا، بحيث انه يكونون ضيوف في المؤتمر هم مصدر الهام للحاضر. مثل ما قالت فاطمة يتغير حاله من حال إلى حال. إلى حال. منو كانوا ضيوف هذا المؤتمر في هذه السنة؟ ضيوف المؤتمر هذه السنة كانوا الدكتور سعد البراك. نعم. سيدة الأعمال أريج الخرافي، مؤسسين بيك أستاذ بدر العقيري وأستاذ جاسم الدعي. حلو. والبطل السكاي دايف محمد الرفاعي. حلو. هذا في هذا العام، لأن يمكن أنا من خلال الفيديو شفت أيضا المخترع صادق قاسم. إيه صح عدل. وفي يعني كثير يعني ما شاء الله من شتى المجالات. إيه. شلون يتم اختيارهم؟ هو عادة يعني في لجنة، يعني من إحنا مجموعة من الطلبة لجنة دالتوكس، فإحنا نقترح الأسامي اللي نشوفها منجزة وممكن إن يلهمون الشباب ونختارهم بناء على هذا الشيء. شنو المواضيع اللي تم مناقشتها في هذا المؤتمر في هذا العام؟ كل سبيكر تكلم عن إنجازه، يعني مثلا عندنا الدكتور سعد البراك هو كان CEO زين سابقا. نعم. ويعني غني عن التعريف، عنده وايد إنجازات، فمثلا تكلم عن إنجازاته. حلو. ومثل الشيء مثلا بطل السكاي دايف محمد الرفاعي. نعم. تكلم شلون بدأ بالرياضة ويعني شلون وصل للحين، وصل انه هو صار الحين مدرب بهالمجال. يعني فاطمة حلو انه مجالات مختلفة، كل مجال ما له شغل بالثاني. اي كل مجال مختلف عن الثاني، فكل شخص يتكلم عن الانجازات اللي بمجاله وشنو الصعاب اللي واجهته لين وصل حق اللي وصل له اليوم. شلون شفتوا التفاعل راشد؟ يعني هو بصراحة أكثر شيء يميز مؤتمر دالتوكس عبد الله إنه الاستمرارية والتنوع. حلو. بالنسبة للاستمرارية يعني هذه يمكن خامس سنة للمؤتمر، وأعضاء وعضوات الجمعية ما حرصوا أنهم يستمرون في إقامة مثل هذا المؤتمرات إلا لأنهم شافوا إقبال الناس على المؤتمر وتسجيلهم فيه، ففي كل سنة والله الحمد يزيد الإقبال ويزيدون أعداد المسجلين. حلو. يصير في تواصل ما بينكم ايضا بين الحاضرين لهذا المؤتمر؟ يمكن فاطمه ذكرت نقطه انه يصير في مناقشه ما بينهم وبين المتحدثين في هذا المؤتمر. بالضبط. يمكن اللجنه المنظمه في كل سنه تحرص ان كل متحدث يتكلم، وبعد ما يتكلم نفتح باب الاسئله للجمهور بحيث انهم يسالونه المشكله الفلانيه واجهتك مثلا في مسيرتك، شلون قدرت تحلها، انا لو كنت بمكانك وحصل لي هالموقف انا شلون اقدر اني انا اتخطى هذا الموقف. نعم. ويستفيدون من خبراتهم. طبعا هذا غير يمكن بعد ما ينتهي المؤتمر تشوف كل ضيف من ضيوف المؤتمر قاعد مع جروب من الحضور ويسالونه ويتناقشون بعد المؤتمر كذلك. بالضبط. وهذا شيء حلو. هذه السنة الخامسة على التوالي. فاطمة، إن شاء الله في استمرارية لهذا المؤتمر. إن شاء الله، ليش لا؟ البركة بالأعضاء اللي باقين، إحنا إن شاء الله بنتخرج. أنتم بتخرجون. لكن ما راح تكون في لكم مساهمات اقتراحات لشباب اللي لا بالعكس، إحنا يعني تحت أمر الجمعية وبخدمة الجمعية في أي شيء يصب في مصلحة المجتمع بشكل عام وطلبة وطالبات كلية الحقوق بشكل خاص. أكيد. يمكن فاطمة يعني هذا المؤتمر المفروض إنه يستمر السنة السادسة والسابعة. أكيد إن شاء الله. إن شاء الله ليش لا. وهذه البركة فيكم أيضا بالاقتراحات اللي ممكن. أكيد نفيدهم إن شاء الله. يعني بعد نفيدهم ونستفيد منهم إن شاء الله. بالضبط، لأن في النهاية الجميع يستفيد، وأنا قاعد أشوف الحضور أيضا يستفيدون في نفس هذا النوع من المؤتمرات. بالضبط، وهذا هو الهدف من إقامة مثل هذه المؤتمرات. نعم. كل الشكر لك راشد، ربي يوفقك إن شاء الله. طول بعمرك. شكر لك فاطمة، موفقة كذلك. شكرا على استضافتكم لنا. شكر لكم على وجودكم. أكيد راح نستمر معكم مشاهدينا في فقرات مساء الخير يا كويت، لكن من بعد هذا الفاصل.
تشارك دولة الكويت يوم غد الجمعة بالمهرجان الدولي للرحل، والذي سيقام في مدينة أسازاق جنوب المملكة المغربية الشقيقة. وستكون المشاركة الكويتية بوفد يمثل عددا من المهتمين بثقافة الرحل والإبل، ووفد إعلامي من تلفزيون دولة الكويت. مستمرين معكم مشاهدين الكرام من خلال برنامج مساء الخير يا كويت، وننتقل لموضوع آخر من موضوعات أخبار الديرة، حيث احتفلت وزارة الداخلية باليوم الشرطة العربية. المزيد حول هذا الموضوع تجدونه من خلال التقرير. كل شخص عنده مسؤوليات بحياته، مسؤولية وظيفة أو أسرة أو حتى مشروع. أنا مسؤوليتي تختلف عنكم كلكم. مسؤوليتي تتطلب إعداد وتدريب وتعامل. مسؤوليتي حقوق وأعراض وأرواح. أقسمت على الوفاء والإخلاص والأمانة في كل مكان وبكل الظروف وتحت أي ضغط. مسؤوليتي مو بس وظيفة، مسؤوليتي وطن. رجعنا معكم مشاهدين الكرام من خلال برنامج مساء الخير يا كويت. في إطار جهودها في خدمة المجتمع، احتفلت وزارة الكهرباء والماء بتدشين أول محطة تحويل ثانوية في مدينة غرب عبد الله المبارك. حول هذا الموضوع نتابع التقرير. تسير وزارة الكهرباء والماء بتنفيذ المشاريع الحالية والمستقبلية، واللي تسهم بشكل أساسي في إيصال الخدمات إلى المستهلكين وتسهيل ذلك عبر المشاريع الكهربائية والتكنولوجيا الحديثة، حيث كان باكورة النجاح إطلاق التيار الكهربائي بأول محطة تحويل ثانوية في مدينة غرب عبد الله المبارك. مراحل تشغيل الكهرباء المشروع هذا عبارة عن ثلاث مراحل. المرحلة الأولى بدأت اليوم، مدتها شهرين، راح يتم تشغيل فيها ما يقارب 30 محطة توزيع ثانوية اللي استلمنا كتاب من مؤسسة عامرة سكنية بجهازيتها. طبعا احنا نفحص ونسمي بالرحمن ونشغل ونبدأ نستقبل الطلبات. اليوم نعلن عن استقبال ما يقارب 850 قسيمة سكنية، راح نسلم الجدول إلى الأخوة في الصحافة. هذا ويتكون المشروع الضخم من 125 محطة ثانوية سيتم تشغيلها تباعا على ثلاثة مراحل حسب الجدول الزمني المتفق عليه في وزارة الكهرباء والماء. هذه المرحلة الأولى راح تستمر إن شاء الله لمدة شهرين تقريبا، وبعدها راح نبدأ في المرحلة الثانية، وبعدها راح نبدأ في المرحلة الثالثة. راح تكون إن شاء الله آخر مرحلة، يعني في نهاية في 2020 شهر 8 إن شاء الله راح تكتمل جميع تشغيل المحطات إن شاء الله بإذن الله. احتفلت الأمانة العامة للأوقاف بافتتاح فعاليات الملتقى الوقفي 26. المزيد حول هذا الموضوع مشاهدين الكرام تشاهدونه من خلال التقرير التالي.
برعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، انطلقت فعاليات الملتقى الوقفي السنوي 26 للأمانة العامة للأوقاف تحت شعار الوقف والمنظمات الدولية بمشاركة محلية ودولية واسعة، حيث سعت كافة الجهود المشاركة سواء المحلية أو الدولية على إبراز التطور والتوسع الذي وصلت إليه الأمانة ومدى تأثير ذلك في تعزيز مكانة دولة الكويت على مستوى العمل الإنساني، كذلك تفعيل مجالات التعاون المشترك مع المنظمات الدولية والمحلية في مختلف المجالات والاختصاصات لدعم جهود التنمية من خلال إقامة الشراكة مع تلك المؤسسات. كما ركزت الجلسات الحوارية خلال الملتقى على العلاقات المتينة بين الأمانة العامة للأوقاف والمنظمات الدولية حول العالم في خدمة الإنسان والتنمية والتباحث حول المواضيع والقضايا المستجدة في مجال الوقف وتقديم الحلول الشرعية لها. لقد ركزت الأمانة العامة للأوقاف منذ انطلاقها على كافة مجالات العمل التنموي العام، وانطلقت الرؤية الاستراتيجية للأمانة العامة للأوقاف لتؤكد ريادتها وتميزها في مسيرة النهوض بالمجتمع وتنميته في مختلف المجالات، حيث نصت على التميز في الاستثمار في استثمار الوقف وصرف ريعه وتعزيز ثقافته بشراكة مجتمعية فاعلة. يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، وننتقل معاكم في هذه الجولة الجميلة من فقرة أخبار الديرة وتشاهدوا من خلالها كافة الفعاليات المحلية في دولتنا الحبيبة الكويت. وننتقل معاكم إلى خبر آخر، ومن المعروف أن معهد متحف بيت العثمان له العديد من الخدمات الفنية والتراثية، وفي هذا الإطار افتتحت فعاليات دورات تدريبية جديدة لصهر الزجاج. المزيد في سياق التقرير. متحف بيت العثمان من المعالم الحضارية والتراثية، وهو يجسد تاريخ دولة الكويت وحياة أهل الكويت في الماضي، حيث يحتوي هذا الصرح التراثي على العديد من المقتنيات الأثرية والتاريخية اللي تثري العمل الوطني وتحكي تاريخ الآباء والأجداد. ويواصل معهد متحف بيت العثمان أعمال التدريبية طوال العام من خلال الدورات التدريبية اللي تصقل المهارات وتزود المتدربين بالخبرات، كما نشاهدها بدورة صهر الزجاج اللي أبهرت الحضور بجمال هذا الفن اليدوي الراقي لتصبح فن واعد وصنعة قائمة بحد ذاتها من خلال تشكيل المقتنيات والأدوات الزجاجية المفعمة بلمسة إبداعية فنية. ما احنا عارفين ان صهر الزجاج لا يعني مصانع في العالم، ولا يعني لما نشوف الجلاس والثريات والاكسسوارات كلها هذه نوع من صهر الزجاج. فالأخوة اليوم يعرضون لنا نموذج حي لهذه الحرفة اليدوية اللي تعتبر من أقدم الحرف بالعالم، وشلون يصنعون الصحون، شلون يصنعون الجلاسات. فهذه اليوم احنا نستضيف الاخوان محمد ويسان وزملائه بعرض لمشاهدين وزوار متحف بيت العثمان كيفية صناعة الزجاج وصهره من خلال الادوات المستخدمة. كذلك احنا نتطلع الى وجود هذا الفريق دائم في المتحف، اعطاء مقر لممارسة هذه الهواية وأعطى دورات محترفة لصناعة الزجاج على مستوى المجتمع الكويتي ليكون هناك دور كبير في هذه الصناعة بانتشارها في المجتمع.
ومع انتهاء طبعا الأخبار المحلية فقرة أخبار الديرة بكذي وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت. إن شاء الله تكونون استمتعتوا بفقراتنا ومع ضيوفنا المميزين. بما أن اليوم خميس نتمنى عطلة نهاية أسبوع سعيدة على الجميع بإذن الله وعليك كذلك عبد العزيز. الله يعطيك العافية وأشكرك اليوم على جهودك الجميلة زميلي عبد الله وعلى الخير والمحبة. نلتقي بكم مشاهدي الكرام في الأسبوع القادم. ويكند سعيد ومع السلامة.